وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم مرشد الجمهورية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. مصادر دبلوماسية إيرانية أوضحت أن الرئيس أردوغان سيبحث جملة من الملفات الهامة أبرزها تداعيات استفتاء إقليم كردستان العراق وتطورات الملف السوري ومناطق خفض التصعيد والتنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب. تأتي الزيارة في وقت تشترك طهران وأنقرة في عدد من ملفات المنطقة على رأسها مفاوضات أستانا وملف إقليم كردستان العراق. ونتحول إلى مفادنا عدنان الظاهر الموجود حاليا في القصر الرئاسي في العاصمة طهران. إذن هي زيارة ليوم واحد، هناك سلسلة من اللقاءات طبعا يعني مع نظيره الإيراني وأيضا مع مرشد الجمهورية. هل بدأت هذه اللقاءات؟ بالفعل نجلاء، قبل نحو ساعة من الآن وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القصر الرئاسي في العاصمة الإيرانية طهران، حيث استقبله نظيره الإيراني حسن روحاني بمراسم رسمية. بعدها كان هناك لقاء ثنائي بين الرئيسين، والآن في هذه الأثناء الوفود الرسمية لكلا البلدين تجتمع في اجتماع مغلق في داخل القصر الرئاسي هنا في العاصمة الإيرانية طهران. بحسب مصادرنا في الرئاسة التركية فإن عدد من الملفات تم مناقشتها في اللقاء الثنائي الذي جمع أردوغان بروحاني، أهمها هي تداعيات استفتاء تقرير مصير كردستان العراق الذي تم التصويت لصالحه قبل أيام. نحن نعرف أن الطرفان الآن يرفضان نتائج هذا الاستفتاء ويعتبرانه باطلا. تم مناقشة الإجراءات أو ربما الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها كلا البلدين بحق إقليم شمال العراق في حال لم يتم التراجع عن خطوة أو نتائج الاستفتاء هذه. طبعا تركيا من جانبها كانت قد دعت رئيس إقليم كردستان العراق عن التراجع عن هذه الخطوة. أيضا إيران الآن تقوم بمناورات عسكرية على الحدود مع إقليم شمال العراق، وبالتالي فإن البلدان الآن في هذه الزيارة التي توصف بالهامة يناقشان ربما الإجراءات التي سوف يتخذونها سوية بالتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد حيال هذه القضية التي تأتي على رأس أجندة هذه الزيارة. هناك قضية هامة أخرى أيضا ناقشها الطرفان هي الأزمة السورية، لا سيما بعد محادثات أستانا الأخيرة ومناطق خفض التصعيد بين الجانبين. هناك تعارض في المواقف بين أنقرة وطهران حيال الأزمة السورية، لكن من خلال اللقاءات المتعاقبة بين الطرفين ومباحثات أستانا يحاول الطرفان الآن تقريب وجهات النظر وإيجاد حل سياسي ربما ينهي هذه الأزمة نجلاء. طيب عدنان، هل يعني من الواضح ما إذا سيكون هناك مثلا مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين في ختام هذه الزيارة للإعلان عن هذه الإجراءات التي يتوقع أن يتفقوا حولها؟ بالفعل نجلاء، بعد أقل ربما من نصف ساعة من الآن من المتوقع أن يعقد الرئيسان رجب طيب أردوغان وحسن روحاني مؤتمرا صحفيا مشتركا ربما سيدليان خلاله بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها لا سيما في الملفين العراقي والسوري. أيضا بعد المؤتمر الصحفي سوف يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي في لقاء سيكون هو الأخير من نوعه، وبعدها يعود إلى العاصمة التركية أنقرة. بكل الأحوال نحن بانتظار هذا المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد قليل للتعرف أكثر على ماهية أو طبيعة هذه الاتفاقيات أو الأفكار المشتركة التي تم مناقشتها من قبل الطرفين، لا سيما كما ذكرت في ما يتعلق باستفتاء كردستان العراق والأزمة السورية التي تسيطر على محادثات هذا اليوم نجلاء. طبعا عدنان سيكون لنا عندها وقفة معك أيضا بعد المؤتمر الصحفي. شكرا لك من طهران.